السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احباب بقلب متابعي قناة ليت جيمز وكل الأشياء العاب جاناكم جديد، بالقناة لعبة مودرن وارشب، حبايب قلب اليوم فيديو مهم جدا نشرح به الرويال باس القادم او الباتل باس السيزون الثاني بلعبة مودرن وارشب، تاخرت بالفيديو لكن انه حصلنا المعلومات المؤكدة وما نزلت التسريبات اللي كانت موجودة، شفتوا الباتل باس؟ نزل تشريبات كثيره بقنوات وغيرها من الامور لكن طلع بشغلات كثيره هي مو صحيحه الان تاكدنا من الشغله الصحيحه والبطل باس صحيح اللي نزله سيرجي نفسه بالدسكورد ونزله بشكل رسمي للجميع حتى تعرفون الحقيقه يا شباب فاحنا ان شاء الله راح نشرح على البطل باس الجديد ما سيزون 2 وهل يستحق انه نشتري او لا وشنو الجوائز اللي بيه وهل هي مهمه ام ليست مهمه راح تعرف كل هذه هذا الامور من خلال الفيديو لكن قبل كل شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يا شباب تنسوا ما عندنا بث مباشر بالليل عن اللعبه يا حبايب قلبي <تصفيق> <تصفيق> اوكي يا حلوين مثل ما شوفوا قدامكم هذا مقطع الفيديو موجود ونزل سيرج بشكل رسمي الان راح نتعرف على الجوائز اللي موجوده بالفي اي بي وبالفري وبالبريميوم مبدئيا مثل ما تشوفون بالصوره قدامكم يا اصدقائي ركزوا جايزين الفي اي بي راح يكون باربع جوائز مباشره تاخذها بس تفعل اللي هو ب 14 دولار مروحيه السكوربيان وراح تكون عندكم شهر كامل ما حتقدرون تحصلوها فقط اللي اشترى بالفي اي بي اذا هاي حصري له ال الفي اي بي 2000 جولد زائد 10 ملايين شده زائد طاره الاي 10 حصريه راح تكون لأهل الفي اي بي بالبدايه حصلوا لكن لا تيأسون من طاقه الاف 10 الاي 10 عفوا اكو لكم هديه بعدين تشوفوها اوكي عندنا اربع جوائز اذن حصريه لأهل الفي اي بي سكوربيون 2000 جولد 10 مليون شده إيه؟ زاد طارة الاي 10 ذني واحد يستحقن 14 دولار واحد بس يستحقن 14 دولار عندنا ليفل واحد مليونين ونص شده للجميع متاحه فري عندنا ليفل اثنين بال حساب البريميوم اللي ب 7 دولارات حساب اكونت يطلع عندك بريميوم يوم واحد عندنا بليفل ثلاثه خلينا نمشي شويه بالمقطع يا شباب عندنا بليفل ثلاثه راح تشوفون هذا السكين هنا ركزوا يا زين هنا عندنا راجمة الصواريخ حطوا لها سكين هاي هل هو راجمة صواريخ خاصة او واحدة من راجمات الصواريخ معروفة بهذا السكين صراحة إن انا مو مؤيد جدا لهيج امور لعبة حربية سفن قتال هاي تحط عليها سكنات ذني سيرجي قلنا لك لا تشرب وهو يا اخي شوي قلل الفودكا اخيك يعني لا تزرب اللعبه اوكي ليفل 3 اذا سكن لراجمه الصواريخ مال اعياد الميلاد ليفل 4 بالبريميوم عندك 350 جولد ليفل 5 بالبريميوم عندك 200 علاج ليفل 6 هنا مهم ليفل 6 يا شباب يعطيك سفينه بانتليف اللي بتير 2 اللي سعرها 1800 1800 جولد عندك ليفل 7 متاح للجميع فري يعطيك 150 جولد عندك ليفل 8 صاروخ دي اف 17 بس له البريميوم والفي اي بي راح تشوفون يا اصدقائي الان دي اف 17 راح يكون بليفل 8 له البريميوم والفي اي بي ليفل 9 يكون 3 ملايين و500 uh, الف شدة له البريميوم والفي اي بي ليفل 10 اكونت uh, بريميوم يوم واحد له لل... بريميوم كذلك والفي اي بي ليفل 11 75 ابجريد للبريميوم ليفل 12 فري متاح للجميع 200 آه ريلود عتاد ليفل 13 4 ملايين ونص شده له البريميوم وكذلك له الفي اي بي ليفل 14 400 جولد يا اصدقائي له البريميوم الفي اي بي ليفل 15 الفري راح مليونين و500 الف شده يا اصدقائي عندنا ليفل 16 راح يعطيك دفاع جوي بانستر اللي تحصله انت فقط اذا كنت فوق ليفل 20 فقط له للفي اي بي والبريميوم يا اصدقائي مثل ما تشوفون قدامكم دفاع جو بانستر ام اي نسخه البحريه ليفل 17 يعطيك 200 آه او عفوا 200 آه, آه ريلود ليفل 18 يعطيك 400 جولد فري وهذا شيء حلو يعني اذا تهم امرك 400 جولد ليفل 19 حساب اكونت يعطيك بريميوم يوم واحد ليفل 20 خمس ملايين مية ألف شدة للبريميوم بريميوم والفي آي بي ليفل واحد عشرين جولد للبريميوم والفي آي بي ليفل اثنين عشرين علاج فري متاحة للجميع لكن ملاحظة هنا ركز زين ليفل ثلاثة جدا 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 مهم ينطيك مدفع المونراك يا أصدقائي اللي هو بس بليفل خمسة وعشرين سعر ستة عشر مليون ونص شدة يعني أنت حاليا إذا كنت ليفلك تحت خمسة وعشرين تحت عشرين حصل هذا المدفع الاسطوري المرعب الاقوى شيء موجود باللعبه راح يتاح عندك بليفل 23 اذا كنت مفعل بريميوم او في اي بي، ليفل 24 رجع سيرجي صراحه وزرب على اللعبه من جديد وحط لنا سكن صاروخ السومر وصار صاروخ السومر هو عباره عن لعب اطفال يعني ما ادري والله العظيم شو اقول، هذا ينطلق الصاروخ من ينجي بنص الماي ينزل على الغواصه يطق شيء يطلع مثلا الله يطيح حظك يا سيرجي، اوكي عندنا ليفل 25 تركيز يا شباب بالبريميوم والفي اي بي الدرون الكوري راح يكون موجود ليفل 26 راح يعطيك 400 ريلود طلق احنا عبرنا هناك كان شعلات اسف هنا ريلود طلق اذا نيتش كانت شعلات اوكي ليفل 27 فري متاح للجميع 100 اوبجريد وهذا شيء جميل جدا ليفل 28 600 جولد للبريميوم والفي اي بي ليفل 29 6 ملايين ونص شد البريميوم والفي اي بي فقط ليفل 30 ما شاء الله المجاني حلو لا شوي خفف من الفودكاست كاسيرجي 450 جولد هنا ركز جاي زين ليفل 31 مروحيه الجي 31 الصينيه اللي سعرها 1000 جولد متاحه بالبريميوم والفي اي بي ليفل 32 بيكون عندنا لو بجريت 75 بريميوم والفي اي بي ليفل 33 5 ملايين شده للجميع متاحه فري مجاني ليفل 34 عندك التصليح 400 ليفل 35 حساب بريميوم يوم واحد للبريميوم والفي اي بي ليفل 36 وهذا شيء مهم جدا ومجاني درون الصيني تحصله متاح للجميع ليفل 37 700 جولد للبريميوم والفي اي بي ليفل 38 تركزوا لي زين اخر ثلاث ليفلات مولعة صراحة. ليفل 38 عندنا راجم الصواريخ جديدة. اي 22 140 ملم هاي جديدة راجمة الصواريخ راح تنضاف لكن وين تنضاف؟ على شنو الترتيب؟ ما ندري يا اصدقائي. ليفل 39 قلت لكم اهل اي 10 اذا كنتم محبطين بداية الرويال باس لكن حط لكم بالبريميوم تحصلها يعني بين قوسين اذا كنت عندك بريميوم الفي اي بي حتحصل بس اي 10 طائره غيرها ما حتقدر تحصل يعني لازم تدفع حيله شرعيه هو سواها وحتى يكسب منها فلوس لو سبع دولار تدفع تحصل لو تدفع 14 دولار يعني واحد عندي لازم تدفع ما تحصل مجانا انسى ليفل 40 وهو عندنا تقريبا افضل شيء مجاني موجود بالرويال باس وهي حاملة الطائرات اليابانيه جي اس لازمو يا شباب او لوزمو راح تكون متاحه بليفل 40 مجانا وهذا تقريبا اهم شيء موجود بالرويال باس المجان اللي يقدرون تحصلوا وياه الدرون الصيني اذا هذا هو الرويال باس بشكل كامل ان آه شاء الله افتهمتوا آه الرويال باس وشفتوا الجوائز مالته ليث بشكل عام هل تنصح بالرويال باس هذا صراحه الرويال باس هذا جدا جميل عيبة الوحيد هو بس السكنات اللي حطوها ذني آه يعني يعني ما اقدر نحكي عليها على العموم خربانه خربانه بالنسبه للسكنات خربانه لكن بشكل عام كجواز فصراحه تستحق وتستحق وتستحق ال 14 دولار يعني الفي اي بي هو الافضل يكون باذن الله يا شباب نوعدكم ان شاء الله بيوم تفتيح الرويال باس تركزون يا زين بيكون نفس المقطع الفيديو اما جائزتين او ثلاثه سحوبات تكون على الفيديو اللي نفتح به الرويال باس يا شباب بس اريد عندكم تفاعل قوي اريد عندكم دعم قوي للفيديوهات خصوصا فيديو تفتيح الرويال باس ان شاء الله من النزله حتى ان شاء الله نستمر وياكم بالجوائز واللي ما يقدر يشتري وما عنده امكانيه ان شاء الله احنا نحاول انه نساعده بالسحوبات اللي نسويها بالقناه يا حبايب قلبي اذا هذا هو الرويال باس امكانيات الرويال باس بالنسبه للسيزون الاول فرق عنا نشوفه افضل من ناحيه الجواز افضل من السيزون الاول وهذا شيء يحسب للسير جي وللمطورين مال اللعبه آه يكثرون بالجواز حتى يرغبون الناس باللعبه لا تنسون بالاخير اللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس يكون قادم مع السلامه